في طبعا تشديدات كبيرة جدا على كافة المزارعين والتجار بتوريد أكبر كميات ممكنة من المحصول خلال هذا العام للشون. خطة الدولة واستراتيجية الدولة عشان نقدر نزود إنتاجية القمح في مصر ماشية في اتجاهين أو في محورين رئيسيين. المحور الرئيسي والأول هو الاتجاه الأفقي أو التوسع الأفقي عن طريق زيارة المساحة المنزرعة. هذه المساحة المنزرعة هتكون عن طريق إن أنا بستصلح أماكن تانية، مش ليس على حساب محاصيل أخرى منافسة زي الذرة زي القطن لكن أو القمح. لا، مش هقدر أنافس هذه المحاصيل وأقلل منها أو البرسيم، لكن أنا هقدر أزود المساحة اللي المستصلحة حديثا وبالتالي بزود المساحة المنزرعة. المحور الآخر واللي بتقوم به مركز البحوث الزراعية من نقمية تشجيع الدولة في ظل الإمكانيات الموجودة بتاع الإرشاد موجودين معانا على طول، الجمعية الزراعية موجودة، الزراعة موجودة، طبعا السماد متوفر. السنة دي السعر زاد تقريبا في حدود 165 جنيه عن السنة الماضية، يعني السنة اللي فاتت كان 725 جامية ثم 65، فطبعا ده حافز مادي وده أحسن حاجة بعمل النص والنص تقريبا. بس هو السنة الجاية النية خير برضو هتبقى 70، بدل المفروض تبقى 60 هتبقى 70 برضو إن شاء الله.